الحياتيه، ياك. عبد الله المحور يسلمك، الثاني اللي نعم وراه مباشره، نعم بدينا أستاذ رشيد. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأفصح عباد الله والمرسلين، محمد بن عبد الله رسول الحق المبين. مرحبا بكم متابعينا مرة أخرى ضمن سلسلة مبدعون في اللقاء 11 الذي يحضر فيه معنا الأستاذ الدكتور رشيد البقالي. كما تعلمون، نحن انطلاقا من هذه السلسلة ومن خلال هذه النافذة الثقافية نحاول أن نسلط الضوء على بعض رجال الفكر الذين بصموا بإبداعاتهم وبمساهماتهم في الميدان الثقافي. اليوم ربما في مجمل القضايا التي سنتناولها، يعني بعد أن نعرف بأستاذنا الدكتور وعن اختصاصه وعن سيرته العلمية وعن يعني إبداعاته المتلاحقة، موضوعاتنا ستتمحور حول التعليم وبعض القضايا المرتبطة به من قريب أو من بعيد. كون الأستاذ الذي يحضر معي الأستاذ رشيد البقالي هو مفتش تربوي لدى وزارة التربية الوطنية، وهو كذلك مدرس بماستر التربية والدراسات الإسلامية وكذلك بمسلك الإجازة التربوية. كذلك أستاذنا هو عضو فريق تأليف كتاب في رحاب التربية الإسلامية، مقرر السنة الثانية بكالوريا للتربية الإسلامية. أستاذنا كذلك هو مدير شؤون ثقافية بمنظمة المجتمع المدني الدولية، كذلك هو عضو باتحاد الأكاديميين والعلماء العرب، وعضو ضمن مجموعة من الجمعيات ولجان التحكيم لمؤتمرات دولية. أستاذنا كذلك له حضور قوي وحضور يعني متألق في مجال الإعلام مع قناة السادسة وغيرها من النوافذ الإعلامية المختلفة. وكذلك أستاذنا له مجموعة من الأنشطة العلمية والثقافية العديدة والمتنوعة، مؤتمرات، ندوات، دورات تكوينية وغيرها. كذلك أستاذنا أنجز مجموعة من البحوث العلمية ولديه بحوث أخرى قيد الإنجاز. فمرحبا بك أستاذي رشيد البقالي، نحن مسرورون بحضورك معنا ضمن سلسلة مبدعون، مرحبا بك. شكرا جزيلا سي رشيد، وأنا بدوري أيضا سعيد بتواجدي معك اليوم ضيفا على هذه السلسلة الجميلة جدا، وهي سلسلة مبدعون. وبالمناسبة أغتنم الفرصة لأشكرك أنت شخصيا أولا على الدعوة الكريمة، كما أستغل هذه الفرصة أيضا لشكر المركز السوسيو ثقافي التابع لمؤسسة محمد السادس لنهوض الأعمال الاجتماعية لرجال التربية والتكوين، رجال والنساء التربية والتكوين، على إشعائه الفكري والثقافي، والذي أظن أنه يعطي نموذجا متميزا للمراكز الموجودة على المستوى الوطني. فأدعو لكم بالتوفيق وبدوام هذا الإشعاع الجميل. حفظكم الله أستاذي وبارك فيكم، ونحن أيضا يعني مسرورون بأن نستضيفك، وأنت يعني نشيط في المجال التربوي والثقافي عموما. فأستاذي، أنت كما ذكرنا سيرتك العلمية، بعض النقط منها لأن هي سيرة غزيرة والحمد لله، أود أن نقرب الأستاذ رشيد البقالي للمتابعين الكرام. كيف كانت يعني طفولة الأستاذ رشيد البقالي، وكيف اندمج ضمن مجال العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية عموما؟ طيب، إذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أجدد لك الشكر سي رشيد على هذه الدعوة الكريمة، وأرجو أن تكون هذه فرصة أيضا للإفادة بمجموعة من الأفكار وتقاسم مجموعة من الأفكار معكم فيما يتعلق بمجموعة من الأمور التي تشغلني أولا باعتباري باحثا في حقل التربية والدراسات الإسلامية، ولعلها تشغل الكثيرين من الذين يهتمون بمجالي إما الدراسات الإسلامية أو بمجال علوم
التربية. إذا فهي مناسبة للدردشة، هي دردشة سبتية مسائية، أرجو أن تكون إن شاء الله ممتعة ومفيدة. رشيد البقالي هو بكل بساطة هو من مواليد مدينة تطوان، أحد أبناء هذه المدينة التي أنجبت خيرة من أبناء الوطن، ومن مواليد ثمانينيات القرن الماضي، من مواليد سنة 1986 بمدينة تطوان. نشأت في هذه المدينة في أسرة آل البقالية معروفة عندنا في شمال المغرب، يعني تتكون من مئات الآلاف من الأفراد، إنها أسرة يعني منشأها من نواحي مدينة شفشاون، ولكن تفرعت فروعها في مدينة الشمال أو في مدن الشمال عموما، طنجة وتطوان وشفشاون وغيرها، ويوجد فروع كثيرة أو توجد فروع كثيرة لها في المغرب شمالا وجنوبا. بكل بساطة سأحاول أن أختصر هذا المسار المتعلق بالسيرة الشخصية في بضع نقاط. النشأة في البداية كانت في مدينة تطوان كما ذكرت، وبالضبط المسار الدراسي انطلق في المدرسة الملكية هنا التي أنشئت عليها هذا المركز السوسيوثقافي الذي تجمعني بهذه العلاقة العاطفية، لأنه قاعاتها جنبات هذه المدرسة لا زلت الآن أجد فيها هذا العبق الجميل، هذا العبق الجميل من تلك الذكريات لبداية التسعينات من القرن الماضي. في هذه المدرسة كانت النشأة تتمثل على خيرة أساتذة المدينة الذين كانوا يدرسون في هذه المؤسسة، ولا زلت ألتقي ببعضهم الآن وأحن إلى تلك الأيام الجميلة. انتقلت في السلك الإعدادي إلى إعدادية سيدي المنظري، توجد بحي الحمام الآن، ربما أصبح اسمها مدرسة إعدادية الفقيه الحداد، ثانوي الإعدادية الفقيه الحداد. ثم بعد ذلك بعد مسار لثلاث سنوات تحولت مباشرة إلى ثانوية القاضي ابن العربي للتعليم الأصيل، فأنا خريج لهذا النوع من التعليم الذي في الحقيقة كان له أبلغ الأثر في توجيهي إلى مجال الدراسات الإسلامية، بل وفي تكويني أيضا على مستوى التكوين. وبطبيعة الحال أنا في توجهي هنا باش نبين واحد نقطة مهمة جدا، وهو أن الذي كان يرسخ في أذهان الكثيرين هو أن التعليم الأصيل لا يذهب إليه إلا الراسبون في المؤسسات التعليمية الأخرى، وهذا خطأ بين. ذلك أن هذا النوع من التعليم كان ولا يزال يستقطب خيرة أبناء المغاربة الذين يحفظون القرآن الكريم، والذين لهم رغبة في تعميق تكوينهم وتوجههم في العلوم الشرعية وفي الدراسات الإسلامية. أنا بطبيعة الحال تأثرت بسيرة الوالد حفظه الله، والدي كان يشتغل عدلا موثقا هنا في المدينة، وكان في نفس الوقت بالموازاة مع هذا كان يمارس يعني مهمة الخطابة والوعظ والإرشاد وتدريس طلاب العلم العلوم الشرعية وعلوم الآلة وعلوم اللغة العربية، فكان له أبلغ الأثر في توجيه في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى الوالدة رحمه الله التي كانت تحثني على أن أتجه هذا الاتجاه. فكان هذا المسار أو بداية هذا المسار كان هو مع مؤسسة التعليم الأصيل، حيث إني كنت متفوقا في الإعدادي، يعني طلعت الدين أقل عليه، وأنه كان عندي معدل 13 على الأقل في التعليم السنة الثالثة إعدادي يعني في الامتحان. مع ذلك اخترت أن أكون في التعليم الأصيل. لماذا؟ لأن الذي يرغب أو يريد أن يستمر في شعبة الدراسات الإسلامية أو كلية الشريعة وأصول الدين، إذا أراد أن يكون له أساس متين من التكوين فعليه أن يختار من البداية هذا المسار. هذا التعليم الأصيل أيضا خرج خيرة من الشباب الذين يشتغلون الآن في مهام متعددة، منهم القضاة، منهم الذين يشتغلون في إدارات مركزية عندنا، منهم من يشتغلون أطرا في الخارج يمثلون المملكة، منهم من يشتغلون في مجال التربية والتكوين، بل إن كثيرا منهم الآن يشتغلون في مناصب حساسة في الدوائر العليا من المملكة. إذا فهذا النوع من التعليم إذا كان يحوي ويجمع كثيرا من الشباب الذين أرادوا أن يكون مسارهم في اتجاه علوم الشريعة والدراسات الإسلامية. بعد ذلك كان المسار مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة تطوان في مرتيل، واخترت فيها شعبة الدراسات الإسلامية. طبيعة الحال 3 سنوات مرت بسرعة كواميد البرق، ولكنها في نفس الوقت كان لها أبلغ الأثر على بناء الشخصية العلمية والأكاديمية والمعرفية للطالب، لها أثر كبير جدا. ولذلك من هذا المنطلق، لأننا الآن نتحسر على مثل تلك الأيام وكيف مضت بسرعة،
وجه نصيحة لكل طالب في مستهل سنواته الجامعية أن يستثمر ويستغل كل دقيقة يتعلم فيها أو يدرس فيها في الجامعة، لأنها أيام تمضي ولا تتكرر، وكل دقيقة تمر فيها إلا ولها بصمتها الخاصة في بناء وتكوين الشخصية المتكاملة للطالب الباحث مستقبلا وتوجهاته العلمية والمعرفية المستقبلية. قلت 3 سنوات كانت متميزة ومفيدة جدا، والحمد لله طبعت بطابع التميز دائما في الشعبة، كنت أحصل إما على المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية على مستوى الشعبة. الحمد لله كان المسار جيدا، هذا ما أهلني مباشرة سنة 2007 بعدما حصلت على البكالوريا 2004. سنة 2007 3 سنوات حصلت على الإجازة بميزة حسن، أهلتني مباشرة إلى أن أنجح في مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي، وكان عمري آنذاك 21 سنة، فنجحت في هذه المباراة الحمد لله. وكان مسار التكوين في المدرسة العليا، المباراة كانت في فاس، ولكن مسار التكوين كان عندنا هنا في المدرسة العليا للأساتذة بمرتين. كانت سنة جامعية تكوينية متميزة، جمعت أيضا خير 60 فردا من أساتذة التربية الإسلامية الذين سيتخرجون وسيعينون في مختلف ربوع المملكة. وهذه تجربة سنة تكوينية في المدرسة العليا للأساتذة كانت فريدة من نوعها، لأنها جمعت أولا أبناء الوطن من مختلف الأماكن. كان عندنا أبناء الصحراء، أبناء الجهة الشرقية، أبناء الجنوب الشرقي، أبناء الوسط، أبناء الغرب، أبناء الشمال. كانت هذا الخليط المتجانس والجميل الذي انصهر في بوتقة واحدة من المحبة والتضامن، وكان فوجنا يعرف بفوج الستين، ولا زالت الحمد لله أواصر المودة والمحبة وأواصر اللقاء إلى حد الآن متواصلة مع الإخوة والأخوات من هذا الفوج، وكل منا قطع أشواطا الحمد لله في مسيرته، إما الأكاديمية أو العلمية أو حتى في مساره المهني. بعد هذا مباشرة كانت تعيني بمدينة جميلة صغيرة وقريبة من مدينة تطوان، هي مدينة شفشاون أو إقليم شفشاون. عينت بإقليم شفشاون أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي، ثم بعد ذلك التقسيم الجغرافي والإداري الجديد سيحيل مكان عملي إلى نيابة أو مديرية وزان، التي اشتغلت فيها 7 سنوات أستاذا للتعليم الثانوي. بعدها مباشرة تحولت إلى، طبيعة الحال تجربة فيها محطات كثيرة، جدير بأن نستفيد منها الكثير من الدروس والعبر، لكن الوقت لا يسع. بعد ذلك كان التوجه إلى مركز تكوين المفتشين بالرباط، الذي قضيت فيه سنتين اثنتين مفتشا، أو عفوا مفتشا متدربا، نعم، لمادة التربية الإسلامية للتعليم الثانوي. سأعين بعدها بمدينة الدار البيضاء مفتشا للمادة، ثم سأتحول بعدها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مجددا إلى مدينة وزان مفتشا للمادة بها. وبين هذا المسار محطة التوظيف وبين محطة الآن التي أشتغل فيها مفتشا للمادة، حصلت سنة 2010 على ماستر في الفقه والأصول من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في تخصص القواعد الفقهية والأصولية وتطبيقاتها في النوازل والوثائق. وبعدها سأحصل أيضا على ماستر في التربية وفي الدراسات الإسلامية، في التربية والدراسات الإسلامية، وهو تخصص فريد فتح هنا في المدرسة العليا للأساتذة بمدينة مرتيل، وهو كما قلت تخصص فريد، إذ يجمع بين مجال كان فارغا عندنا في مجال الدراسات الإسلامية وهو البعد التربوي، فيحرص على إيجاد تكوين مزدوج للطالب الباحث في مجال التربية وعلوم التربية وما يترتبط بها وما يتعلق بها، ومجال الدراسات الإسلامية وتخصصات علوم الشريعة. درس ويدرس إلى حد الآن في هذا الماستر خيرة الأساتذة، وتخرج إلى حدود الآن 7 أفواج من هذا الماستر، وهذه السنة يتابع تكوينه الفوج الثامن. وكان لي الشرف من بعد التخرج من هذا الماستر أن أدرس فيه لمدة تقريبا 4 سنوات، وأنا أدرس الآن في هذا الماستر ما يتعلق بالديدكتيك، مناهج التدريس، وبناء المناهج الدراسية والتربية على القيم، وهي تجربة غنية استفدت منها الكثير. بطبيعة الحال هذا المسار استفدت فيه كثيرا من أساتذة كانت لهم بصمتهم دائما على مستوى مساري الدراسي. لعلي أذكر على الأقل فيما يتعلق بمجال الدراسات العليا،
الدكتور عبد الله الهلالي في مدينة فاس، الدكتور خالد الصمدي هنا في مدينة تطوان، وكذلك الدكتور سعيد الزاهري وغيرهم من الأساتذة الذين لا يسع المقام لأن أذكرهم، ولكن أستغل الفرصة لكي أشكرهم واحدا واحدا، لأن كل إنسان نجلس بين يديه متعلمين إلا ويترك فينا بصمة رأيناها أو لم نرها، فإن هذه البصمة تكون حاضرة معنا دائما. بطبيعة الحال أنا في نظري الخاص على الأقل أرى بأن التركيز على المسار الأكاديمي لا يكفي في بناء الشخصية العلمية والأكاديمية لأي إنسان، لذلك لا بد وأن يكون منخرطا داخل مجتمعه وأن يدلي بما يستطيعه وبما يسمح له وقته وجهده فيما يرجع بالخير على مجتمعه وعلى بلده وعلى وطنه وعلى المحيطين به. ولذلك كانت عندي بعض الإسهامات في بعض المجالات الأخرى، خاصة على مستوى المجتمع المدني أو على مستوى المجال التربوي. فكما ذكرت سي رشيد، أشتغل مثلا في المكتب التنفيذي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، وهي مدرسة أتعلم منها إلى حد الآن الشيء الكثير، رقاة خبراء وباحثين. كذلك أشتغل في المجتمع المدني مع جمعيات محلية ووطنية، مثلا كالجمعية المغربية للأساتذة التربية الإسلامية التي أشغل فيها عضوا في مكتبها الوطني ورئيسا لفرع وزان بها، في جمعية المجتمع المدني الدولية كمدير تنفيذي بها للأنشطة العلمية والثقافية، بالإضافة إلى عضوية اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب، وهي مؤسسة علمية أكاديمية تجمع أكاديميين متميزين ومرموقين على مستوى الوطن العربي. ثم هنالك بعض المجالات الأخرى التي اشتغلت فيها كما ذكرتم، كما يتعلق بتأليف الكتب التربوية والتعليمية لمادة التربية الإسلامية، بالإضافة إلى مسار آخر بموازاتي مع هذا، وهو التدريس كما ذكرت سابقا في ماجستير التربية والدراسات الإسلامية والإجازة التربوية، وكذلك بجامعة محمد الخامس بالرباط. كل هذه المعطيات تصهر شخصا واحدا هو رشيد البقالي، الذي أرجو أن يكون يعني يقدم ما في مستطاعه وما في جهده، وأن لا يبخل بما يستطيعه في سبيل أن يعطي ما يمكن لهذا البلد ولهذه المنطقة. هذا باختصار سي رشيد ما يمكن أن أقول في هذه النقطة. نعم، يعني مسار حافل، مجموعة من المعطيات قدمتها حول الأستاذ رشيد البقالي الذي هو متمثل في شخصكم المبارك، يعني تكوين أكاديمي وكذلك تكوين يعني خارج ما هو أكاديمي، كون لنا الأستاذ رشيد البقالي الأستاذ المتميز بمساره الحافل. وربما أستاذي إذا رجعنا انطلاقا من النقط التي ذكرتموها، كانت ربما البداية الفعلية كما قلت لتوجهكم للدراسات الشرعية هو التعليم الأصيل في المدرسة الثانوية، كان لابد أن نقف عند هذه النقطة باعتبار هذا التعليم إلى عهد قريب كان من أصناف التعليم المهمة بالمغرب، تحتل يعني منزلة رفيعة لدى المغاربة إلى عهد قريب، لكن أضحى هذا التعليم يعني توجه له ملاحظات وتكون عليه أفكار كأنه يعني ملاذ للطلبة ذوي القدرات المحدودة والفاشلين دراسيا، هذا المصطلح بين قوسين، ولكن ذوي القدرات المحدودة، يعني ما هي تحديات هذا النوع من التعليم الآن، وكيف يمكن أن ننقذ هذا التعليم ونعول عليه ك صنف مهم داخل المنظومة التربوية وكصنف يمكن أن نعتمد عليه للارتقاء بالمنظومة التربوية، لا سيما نسمع الآن بالتعليم الأصيل الجديد ومجموعة من القضايا الإصلاحية في هذا التعليم، فهل يمكنك أن تقربنا إلى تحديات هذا النوع من التعليم وكيف يمكن أن نعتمد عليه مستقبلا في الارتقاء بالمنظومة طيب، التربوية؟ شكرا جزيلا على هذا الاقتناص من هذه المسيرة لهذه القضية التي أجدها فعلا في غاية الأهمية، وهو الحديث عن قضية التعليم الأصيل. التعليم الأصيل أولا وجب أن نعرف بأنه قسيم للتعليم العام، حتى لا يترسخ في أذهان البعض بأن هذا النوع من التعليم، لأن هناك إحنا عندنا أنواع، عندنا بنيات تتعلق بالتعليم الديني في المغرب، عندنا التعليم العتيق هذا تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعندنا التعليم الأصيل، التعليم الأصيل الذي هو بنية
داخل المنهاج العام لمنظومة التربية والتكوين في المغرب، بمعنى هذا تابع لوزارة التربية الوطنية، يدرس علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية بالإضافة إلى باقي المواد الأخرى المقررة في التعليم العام، وله مسار طويل. ولكن دعني أن أشير إلى أنه على الأقل فيما يؤطر منظومة التربية والتكوين الآن عندنا في المغرب، وهو الميثاق الوطني للتربية والتكوين. هذا الميثاق رسخ موقع التعليم الأصيل ضمن منظومة التربية والتكوين ببلادنا. المسألة الثانية، إذا اتجهنا أيضا إلى الكتاب الأبيض للبرامج والمناهج، الكتاب الأبيض للبرامج والمناهج أيضا رسخ موقع التعليم الأصيل باعتباره قطبا مستقلا داخل البنية المنهاجية للمنظومة التربوية بالمملكة المغربية. إذا هو بنية قائمة بذاتها. ثم رسخ أيضا حتى القانون الإطار هذه البنية داخل المنظومة. غير هو ما يجدر التنبيه إليه الآن، وأنا ربما سأختم هذه النقطة المتعلقة بالتعليم الأصيل ببعض الملاحظات التي أراها جديرة بتطوير النظر إلى ملف التعليم الأصيل. أولا، قلنا التعليم الأصيل في صيغته القديمة، في صيغته القديمة الذي لا يزال إلى حدود الآن في بعض الثانويات التأهيلية للتعليم الأصيل، هذا كان يعتمد تدريس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية مع باقي المواد التي تدرس في التعليم العام. فالتلميذ الذي كان يدرس التعليم الأصيل كان يدرس الفقه، يدرس الأصول، يدرس التفسير، يدرس الحديث، يدرس المواريث، يدرس اللغة العربية مفصلة، يدرس فيها النحو والصرف والبلاغة، وفي البلاغة يدرس فيها البيان والبديع والمعاني. هذا الشيء كله في ظل 3 سنوات، إذن علوم اللغة العربية وعلوم الشريعة بالإضافة إلى اللغة الفرنسية واللغة الأجنبية الثانية سواء كانت إسبانية أو كانت إنجليزية. يدرس بالإضافة إلى ذلك مادة الرياضيات وباقي المواد الأخرى المشكلة للبنية التعليمية للتعليم الثانوي أو للتعليم الإعدادي. إذا الرؤية كانت تنظر إلى أن هذا النوع من التعليم هو نوع يضمن استمرارية أصالة الموروث الثقافي والموروث الديني والثقافة الدينية والعلوم الشرعية المغربية، بالإضافة إلى انفتاح الطالب الذي يدرس في هذا النوع من التعليم على العلوم الأخرى وعلى المواد الأخرى وعلى القدرات التواصلية إلى غير ذلك. الذي كان يقع هو أن كثيرا من الطلاب أو المتعلمين أو التلاميذ الذين يرسبون في بعض المؤسسات التعليمية كانت تتاح لهم الفرصة لكي يستمروا في مسارهم الدراسي بعد المستوى الثالث إعدادي في التعليم الأصيل. أنا اخترت هذا الكلام بدقة، لا أقول إن الراسبين يلجأون، وإنما تتاح لهم الفرصة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني أعرف شخصيا وأنا خريج هذا النوع من التعليم، كثيرا ممن كانت لهم ظروف اجتماعية أو اقتصادية كانت سببا في فشلهم الدراسي في الإعدادي، يعني درسوا السنة الأولى إعدادي ونجحوا فيها، السنة الثانية نجحوا فيها، السنة الثالثة وقع لهم الرسوب، أسباب متداخلة وكثيرة ومتعددة. أتيحت لهم الفرصة في التعليم الثانوي التأهيلي في التعليم الأصيل، واستطاعوا أن أنا أرى منهم الآن المحامين وأرى منهم الأساتذة، لأن كانت بالنسبة لهم بمثابة محطة إنقاذ استطاعوا أن يستثمروها أحسن استثمار لكي يصلوا إلى بناء مستقبلهم العلمي ومستقبلهم الأكاديمي بل وحتى مستقبلهم الشخصي. إذن هذه نقطة في غاية الأهمية. المسألة الثانية هو أن التعليم الأصيل بصيغته القديمة كان يتيح الفرصة لفئة لم يكن لها مجال لمتابعة دراستها العلمية والأكاديمية والتربوية رغم مؤهلتها المتميزة إلا في هذا التعليم، وهي فئة حملة القرآن الكريم، الذين يحفظون القرآن الكريم، والذين أيضا هم متمكنون في نفس الوقت، متمكنون في نفس الوقت من علوم الآلة، علوم اللغة العربية، تجد يحفظ الأجرمية ويحفظ ألفية ابن مالك ويحفظ متن ابن عاشر ويحفظ كثيرا من متن مختصر الشيخ خليل ويحفظ أيضا كثيرا من متن العاصمية تحفة لابن عاصم إلى غير ذلك من المنظومات التي يحفظها، ولكن لا يجد له منفذا لمتابعة دراسته النظامية إذا دفع، خاصة أن عامل السن لم يكن يساعدهم
على أن يتابعوا دراستهم في المدرسة في التعليم العمومي في التعليم العام، فكانت تتاح لهم هذه الفرصة الحقيقية التي استطاع كثير منهم أن يستثمروها أحسن استثمار، ويصلوا الآن إلى مناصب يعني لن أذكرها بالضبط، ولكن تتيح لهم أن ينفعوا العباد والبلاد الآن. إذا فكان هذا بالنسبة لهم منفذا وحيدا يستطيعون من خلاله متابعة دراستهم النظامية، وفعلا كان يحقق هذا الهدف، خاصة أنه لم يكن هنالك شرط السني محددا في متابعة الدراسة بالتعليم الأصلي. بطبيعة الحال الآن بعدما تم تنظيم قطاع التعليم العتيق التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أصبح هذا النوع من التعليم يستوعب التعليم العتيق، يستوعب حفاظ القرآن الكريم، ويعطيهم شواهد معترفا بها ومعادلة للشواهد في المدرسة العمومية، سواء الثالثة إعدادي أو الثانية بكالوريا أو حتى الشهادة العالمية التي تساوي وتعادل الإجازة في الدراسات الأساسية. طيب، إذا هذا النوع من التعليم هكذا كان، ولكن بطبيعة الحال كانت هنالك بعض التصورات المغلوطة بأنه يعني التعليم يستقطب الكسالى أو يستقطب غير المجتهدين، ولكن أقول إن هذه نظرة تجزئية لا تمت إلى الواقع بصلة. هذا التعليم الأصيل الآن هنالك رؤية جديدة لتطويره، هي رؤية جيدة ومتميزة ومهمة، مهمة جدا. أول شيء أؤكد عليه هو أن التعليم الأصيل، ما يسمى بالتعليم الأصيل في صيغته الجديدة، أو التعليم الأصيل الجديد، التعليم الأصيل في صيغته الجديدة هو قسيم للتعليم العام. إذا هو في التعليم العام ومكون من مكونات النظام التربوي الوطني، يتوفر على نفس هيكلة التعليم العام، بمعنى التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، على نفس نظام الدراسة، كما تتضمن مناهجه وبرامجه مواد دراسية متميزة تتعلق بمواد العلوم الإسلامية ومواد اللغة العربية. طيب، هذا النوع من التعليم يعتبر خيارا استراتيجيا. لماذا؟ لأنه يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، خاصة المادة 88، باش نعرفوا بأن هذا النوع من التعليم اللي هو التعليم الأصيل راه منظم بقانون، راه مؤطر بدستور التربية والتكوين في المغرب اللي هو الميثاق الوطني، المادة 88 التي تنص في الميثاق الوطني على إحداث مدارس نظامية للتعليم الأصيل، من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي. طيب، إذا سألنا على المرجعيات المؤطرة للتعليم الأصيل في صيغته الجديدة، ذكرنا الميثاق الوطني للتربية والتكوين، عندنا مجموعة من المذكرات، خاصة منها المذكرة 92 الصادرة سنة 2005، وموضوعها هو توسيع شبكات مؤسسات التعليم الابتدائي الأصيل. بمعنى التعليم الابتدائي الأصيل توسيع شبكاته حتى يعم هذا التعليم ويصبح قسيما للتعليم العام وموجودا في جميع المؤسسات، لأنه اختيار يختاره الكثيرون. طيب، هناك المذكرة الوزارية رقم 128 الصادرة سنة 2007، والتي تتحدث عن تنظيم الدراسة بالتعليم الابتدائي الأصيل. هنالك ما يتعلق بالمذكرة رقم 83 في موضوع التعليم الابتدائي الأصيل. إذا هنالك مجموعة من الوثائق الرسمية في شكل مذكرات، وحتى الميثاق الوطني، وحتى هذه الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار أيضا نص على ما يرتبط بالتعليم الأصيل في صيغته الجديدة. كفكرة مبسطة على هذا التعليم الأصيل في صيغته الجديدة ومختصرة، صيغة مختصرة، التعليم الأصيل الجديد في صيغته الجديدة هو نوع من التعليم يضمن جميع المواد الدراسية التي تدرس في التعليم العمومي، بمعنى التلميذ غادي ندخله في الابتدائي، غادي يقرا لنا 6 سنين معروف، غادي يقرا لنا النشاط العلمي والرياضيات، وغادي يقرا لنا التربية الإسلامية، وغادي يقرا لنا الفرنسية، وغادي يقرا لنا اللغة العربية، المواد اللي معروفة في التعليم الابتدائي. ما الذي يضيفه التعليم الأصيل في صيغته الجديدة؟ يحتفظ بنفس البنية، بنفس البنية، ويضيف إليه القرآن الكريم وبعض العلوم الشرعية. على حسب طبيعة الحال
لارتقاء المتعلم في المستويات الدراسيه، كنبداو بمستويات بسيطه نتمكن نعمق معاه في التعليم الاعدادي والتعليم الثانوي التاهيلي. اذا بصيغه اخرى نقول ان مخرجات التعليم الاصيل في صيغته الجديده هي نفس مخرجات التعليم العام وزياده، بمعنى عندنا التعليم العام كله مع زياده القران الكريم. وكان الطموح بطبيعه الحال هو انه طموح، هذا مشروع طموح، ان التلميذ ما يخرج في السلك الابتدائي في السنه السادسه الابتدائي الا وهو متميز في العلوم في المواد ديالو الدراسيه العاديه، ولكن معه ايضا تميز بحفظ 60 حزبا من القران الكريم وبعض المواد في الحديث والتفسير شي شويه الى غير ذلك. اذا ف المشروع طموح جدا، ولكن طبيعة الحال هناك بعض الصعوبات في التنزيل التي دعت الى توسيع دائره القران الكريم، وخا نزيدوا شي شويه في الاعدادي عادي يحفظوا كله الى غير ذلك، ما كاينش مشكل. ولكن الأهم هو الرؤية، هو أن الرؤية ترتكز على مخرجات للتعليم الأصيل في صيغته الجديدة، يجمع فيه المتعلم بين التكوين الذي يتقاطع فيه مع جميع أبناء المغاربة في دراستهم للتعليم العمومي، بالإضافة إلى القرآن الكريم وعلوم الشريعة. قلنا مشروع طموح ومشروع جيد والتجربة، هنالك الآن مدارس متميزة وطنياً والتي اختارت أن تدرس التعليم الأصيل في صيغته الجديدة، سواء مدارس عمومية أو مدارس خصوصية. طبيعة الحال الشبكة ديالها لا زالت نوعا ما غير واسعة، ولكن هي في هذه التجارب تثبت أنها قابلة للتعميم، وأنها قابلة لإعطاء النموذج، لإعطاء النموذج. مثلا في وجدة، في بني بلال، في أكادير، في طنجة، عندنا مجموعة من المدن تميزت. وأنا اشتغلت في الدار البيضاء، وكانت عندي ضمن مجال العمل ديالي في المقاطعة في مدينة بوسكورة مؤسسة للتعليم الأصيل ثانوي تأهيلي تحصل على الرتبة الأولى جهويا في معدلات البكالوريا، وهي كتشتغل بمنطقة التعليم الأصيل. والأكثر من هذا أن نسبة الإقبال عليها نسبة كبيرة جدا، تضطر الإدارة التربوية الى ان تبرمج مقابلات للمتعلمين والطلبه الذين يريدون ان يدرسوا في هذه المؤسسه، فلا تاخذوا الا المتميزين نظرا للاقبال عليها. اذا فالتجربه فتيه وجديره بالتنزيل وجديره بالتعميم. عندي ملاحظات ومقترحات في هذا الباب ما يتعلق بالتعليم الاصيل، اختم به هذه النقطه. المساله الاولى، ان قبل ان نعمم، لان تعميم التعليم الاصيل في صيغته الجديده لا زال يتذبذب، ولكن قبل أن نعمم هذا التعليم الأصيل نرجو أن نحافظ على مكتسب التعليم الأصيل القديم. لأن في المثل المغربي كنقولوا ما تخوي ما حتى تسقي أخرين، لأننا نخاف نضيعوا من يدينا التعليم الأصيل الجديد، وفي نفس الوقت مازال ما عممناش التعليم الأصيل في صيغته الجديدة، فنصبح يعني في غياب هذا النوع من التعليم في المدرسة المغربية. إذا نحافظ على التعليم الأصيل في العادي في انتظار أن يتم تعميم التعليم الأصيل في صيغته الجديدة. المسألة الثانية، ضرورة التشجيع على البحث والتأليف البيداغوجي والتربوي والديداكتيكي في مواد التعليم الأصلي. علاش؟ لأن هذا من شأنه أن ينعكس إيجابا على تكوين المدرسين، وكذا على مردوديتهم، وكذا على الطلاب بطريقة مباشرة. ثم أيضا في منهجية أو النصوص المؤطرة المنظمة للتعليم الأصلي، جميل أن يمتلك الطالب مجموعة من المعارف ومجموعة من المهارات التي هي في غاية الأهمية، نعم، ولكن وجب أن نرقى في هذا المستوى إلى تربية الملكات لدى الطلاب. يعني نحن كنقريوه أصول الفقه، مزيان أننا ننتقل من تعليمه حفظ قواعد أصول الفقه إلى تنمية ملكة الاستنباط التي ترتكز عليها الملكة الأصولية مثلا، وهكذا. إذا ثم مسألة أخرى، تنشيط الحياة المدرسية الخاصة بمؤسسات التعليم الأصيل في صيغته الجديدة، المسابقات والمباريات والأولمبياد الوطني مثلا في القرآن الكريم وفي السيرة النبوية وفي علم أصول الفقه إلى غير ذلك. ثم مسألة مهمة جدا، وهو ضرورة تفعيل أدوار الشركاء من مثل جمعيات الآباء وجمعيات العلماء والمجالس العلمية وجمعيات خريجي وقدماء مؤسسات التعليم الأصيل. هذه كلها وجب أن تحمل هذا الهم، هم هذا النوع من التعليم المتميز والفريد اللي هو التعليم الأصيل. وأنا لازلت أذكر كيف أن التعاون بين جمعية الآباء في مؤسستنا في التعليم الأصيل
مع الإدارة التي كانت تشجع الطلبة على السير قدما في الأنشطة التربوية، كيف أثمرت نماذج لطلاب ناجحين على مستوى مهارات التواصل، على مستوى مهارات الخطاب، وحتى على مستوى التكوين الذاتي. إذن هذه بعض المقترحات التي أذكرها في ختام هذه النقطة، التي أشكرك مجددا على التفضل بطرحها أستاذ سيروس. نعم، يعني أنا أيضا كان لي شرف أن أدرس هذا النوع من التعليم ولو في شقه الثانوي، ربما حتى يعني هذا التعليم الجديد برؤيته كانت ربما هو إحياء هذه التجربة، لأني أنا بمراكش درست بثانوية التعليم الأصيل بن يوسف وهي مشهورة، كان فيها هذا النوع من الابتدائي حتى البكالوريا، فيها مناهج نعم تتزاوج بين مواد التعليم العام والتعليم الأصيل. يعني هو موضوع ربما قد يستغرق من الوقت كله، لكن نكتفي بهذه النقط التي أثرنا حوله، هي نقط مهمة ربما قد تدفع البعض يعني يقرأ التعاليق لا يعلم التعليم الأصيل ولا يعرفه. يعني هذه معضلة كبيرة جدا، يعني نحن حاولنا أن نثير هذا الموضوع ولعل فيه إفادة للمتابعين الكرام. كذلك أستاذي، أنتقل إلى شق آخر مهم، وهو أن المناهج التربوية التعليمية نجد هناك انتقادات كثيرة، ونجد يعني في كل بلد عربي أو إسلامي انتقاد لمناهج التربية والتعليم، وفي الغالب تكون هذه الانتقادات موجهة لمناهج التربية الإسلامية بالخصوص. يعني في المغرب، إلى أي حد تساهم مناهج التربية الإسلامية بمختلف تكويناتها في الحفاظ على مجموعة من القيم كالوسطية والتربية على التسامح ونبذ العنف والتطرف؟ طيب، شكرا لك جزيلا على هذه القضية التي تشغل بال كثير من الباحثين والمتخصصين، خاصة في مجال التربية الإسلامية. أنا أقول لك ما هو أكثر من هذا السي رشيد، وهو أن كثير من الناس يقولون إنه لا حاجة لنا بمادة التربية الإسلامية ضمن منظومة التربية والتكوين أصلا، لا حاجة لنا بها. ولعل الأمر هنا يختلط على هؤلاء، لأنهم ربما من حسن نية يعتقدون أن مكونات مادة التربية الإسلامية وما يرتبط بمحتواها هي مسألة تنشئة اجتماعية يربي عليها الآباء والأمهات والمدرسون، يربي عليها المجتمع وثقافة المجتمع بشكل عام، وهذا خطأ. احنا حينما نتحدث عن التربية الإسلامية وجب أن نميز بين مستويين مركزيين. المستوى الأول هو النظر إلى التربية الإسلامية بمفهومها العام. التربية الإسلامية بمفهومها العام لا نقصد بها المادة الدراسية. التربية الإسلامية بمفهومها العام نقصد بها تلك ما يمارسه أفراد المجتمع، آباء وعلماء ومربين، مختلف المتدخلين والإعلام، وكل من يتدخل في الشأن التربوي أو مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ما تمارسه انطلاقا من مرجعية القرآن الكريم والسنة في تنشئة الإنسان، هذه هي تربية إسلامية. ما يميزها هي أنها شمولية، ما يميزها أيضا أنها مستمرة، أي أنها لا تتعلق بمستويات دراسية معينة. فكما يكون هدف التربية الإسلامية بمفهومها العام التلميذ والطفل الصغير في ال3 سنوات وال5 سنوات وال10 سنوات والشاب ذو 18 سنة، يكون أيضا مجالها الرجل والمرأة في 50 سنة و60 سنة و70 سنة وحتى 80 سنة، إذا تستمر مدى الحياة. نحن لا نتحدث عن هذه، نتحدث الآن عن مادة دراسية قائمة بذاتها داخل منظومات التربية والتكوين، داخل المناهج الدراسية التي هي العصب والعمود الفقري، العصب والعمود الفقري لأي منظومة تربوية. العمود الفقري لأي منظومة تربوية هي المناهج الدراسية. وهنا تتطلع مادة التربية الإسلامية تتطلع بدور مركزي وبدور محوري في أمرين اثنين: أولا في التنشئة الاجتماعية للفرد، هذه أولا، ثم المسألة الثانية في التنمية المجتمعية. أولا
يجب أن نشير إلى قضية في غاية الأهمية، وهو أن مضمون ومحتوى مادة التربية الإسلامية هل هو معارف عامة أو ثقافة عامة يمكن لأي كان أن يقدمها، أو يمكن أن يلقنها المجتمع للأفراد بغض النظر عن يعني عن مجالات متعلقة بما هو عميق علميا؟ لا، مادة التربية الإسلامية تقدم لنا معارف شرعية في أبعادها الإبستيمولوجية والمنهجية، في أبعادها المعرفية المنهجية المعرفية وأبعادها المنهجية، تقدم لنا أيضا بطريقة تربوية استنادا إلى نظريات تربوية حديثة ومعاصرة، تقدم لنا أسلم الطرق لتنشئة المتعلم على القيم التربوية والأخلاقية الدينية الإسلامية. ثم إذن فهي تربي على أو تعطي معارف شرعية رصينة، تعطي مجالا قيميا بالاستناد إلى مرجعيات بيداغوجية، ثم ثالثا تلقن على مهارات يحتاجها الإنسان في حياته بصفة عامة. إذن ما دام الأمر هكذا، فإن تلقين أو فإن تدريس مادة التربية الإسلامية ضمن المنهاج التربوي يتطلب مهارات خاصة وقدرات خاصة وكفاءات على المستوى العلمي وعلى المستوى المنهجي وعلى المستوى التواصلي وعلى المستوى التكنولوجي، كفايات كثيرة ومتعددة وجب أن تجتمع في مدرس مادة التربية الإسلامية حتى يستطيع أن يقدم هذه المادة على أحسن وجه. لذلك لا يمكن لأي كان أن يدرس مادة التربية الإسلامية. شوف معي مثلا الذي سيدرس مادة معينة، ما أعطيش مثال، مادة معينة فيها حقل معرفي واحد. خليني أعطي المثال، الذي سيدرس الفيزياء مثلا، الذي سيدرس فيزياء يلزم من مدرس الفيزياء أن يكون متمكنا من الفيزياء علميا وتربويا، ولكن الذي سيدرس التربية الإسلامية وجب أن يكون متمكنا من، وراه إذا مشينا نشوف الشروط السيراشيد غادي نلقاوها بحال ديك الشروط التي نص عليها العلماء أصول الفقه في شروط المجتهد. يعني عليه أن يكون ملما أولا باللغة العربية، لأن سيصطدم بنصوص فيها الجانب البلاغي والجانب النحوي والجانب الصرفي، ويكون حاسما في بيان معناها. يجب عليه أن يكون ملما بمقاصد التقديم والتأخير في البلاغة، أن يكون ملما بالاستعارة وبالمجاز وبالكناية، أن يكون ملما بالرفع والنصب وما يتعلق به نحوا، وأن يتعلق بوجوه الصرف إلى غير ذلك من الأمور التي تمكنه وتعطيه المكنة والقدرة على التفاعل مع محتوى مادة التربية الإسلامية، ها علوم اللغة العربية. ثم وجب عليه أن يكون ملما بالجانب التاريخي، هذه كنعطيك غير في المجال الإبستيمولوجي المعرفي، لا، المجال التاريخي، لأن سيدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيصطدم بمعطيات تاريخية، يجب أن يكون ملما بالجانب الكرونولوجي لها، الجانب الزمني المتعلق بها، سيجد نفسه في سياق جغرافي أيضا يتطلب منه المعرفة جغرافية العالم الإسلامي، سيجد نفسه أيضا مطالبا بأن يكون على معرفة بما يجري ويدور في عالم الفكر والثقافة، في الفكر الإسلامي والفكر الغربي الحديث والمعاصر وما يطرح من إشكالات. ثم أضف إلى ذلك مجال العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير وعلوم للقرآن وعلوم للحديث إلى غير ذلك من المجالات. إذا فهي هذا غير في مجال المعرفة الإبستيمولوجية، فأحرى ما يتعلق بالمجالات الأخرى من مثل المجالات التواصلية ومجال تكنولوجيا الإعلام والتواصل الإدماجي في تدريسية المادة إلى غير ذلك. إذا المادة غنية بمضمونها، يتطلب ذلك الإلمام بمجموعة من المهارات والكفايات التي يجب أن تجتمع في مدرسها. إذا اجتمعت هذه الأمور مع محتوى لهذه المادة مع محتوى متميز، الأكيد أنها ستفرز لنا نقيض ما يدعيه من يقول إن مادة التربية الإسلامية يمكن أن تربي على التعصب وعلى كذا إلى غير ذلك. أنا نبين لك واحد القضية في الأهمية السيراشية. أولاً، مادة التربية الإسلامية لها دور كبير جداً في الحفاظ على الهوية والثقافة
والأبعاد الحضارية للأمة. لماذا؟ لأنها ترسخ في الفرد نموذج الإنسان المتشبع بقيمه الدينية والمنفتح في نفس الوقت على آفاق العالم. فهي تربي على نموذج التدين القائم على الوسطية والاعتدال وعلى كثير من الأمور الإيجابية في مواجهة ظواهر أكثر سلبية وخطورة تواجه الآن الناشئة من مثل الإلحاد والانتحار والتطرف في بعديه، سواء التطرف العنيف بالتنطع والتشدد أو التطرف في الابتعاد عن الدين. إذن فلها دور في الحفاظ على الهوية، لها دور أيضا في الاستجابة للحاجات التربوية. الحاجات التربوية هناك ثلاث مقاربات في تحديد هذه الحاجات التربوية. هنالك مقاربة استقرائية موضوعها حاجات المجتمع، ما يحتاجه المجتمع. المجتمع يحتاج أيضا معرفة بالثقافة الدينية التي تربي على الوسطية والاعتدال وتعطيه التربية الإسلامية. هنالك مقاربة أيضا في تحديد الحاجات التربوية تسمى بالمقاربة الاستنتاجية، موضوعها حاجات الفاعلين وانتظاراتهم وتطلعاتهم. هنالك حاجات عندنا يتطلبها المجتمع وينتظرها من مادة التربية الإسلامية. هنالك مقاربة معرفية موضوعها الحاجات النفسية والعقلية للمتعلم وللإنسان لبناء شخصية متوازنة. لأنه تخيل معي أننا نعطي للمتعلم فقط الجانب المتعلق باللغات فقط مثلا، أو الجانب المتعلق بالعلوم الدقيقة الفيزياء وعلوم حياة الأرض والرياضيات إلى غير ذلك، ونغفل جوانب العلوم الإنسانية والتربية الإسلامية، سيكون لدينا هنالك خلل في بناء شخصية الإنسان. لأننا استطعنا أن نسد بعض الحاجات لديه، بعض الحاجات محددة، ولكن أغفلنا حاجات أخرى يلزم في تحقيق توازن في شخصيته أن تتكامل مع الجوانب الأخرى. أضف إلى ذلك لبيان أهمية هذه المادة بالنسبة للمجتمع وليس للفرد فقط، دور هذه المادة في التنمية الشاملة. إذا اطلعنا على مناهج، لأن كيقول السي رشيد الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الذي يقول هذا الكلام لم يفتح كتابا للتربية الإسلامية ولم يفتح وثيقة رسمية تتعلق بالمناهج التربوية والتعليمية لمادة التربية الإسلامية ويقرأها بتمعن ويرى ما فيها، سيرى نقيض ما يقول، سيرى نقيض، أكيد أنه سيرى نقيض ما يقول. إذا وجدنا مثلا أن التربية الإسلامية تربي في المتعلم تلك الشخصية القائمة على نموذج قيمي متفاعل مع نفسه متوازن ومتفاعل مع مجتمعه إيجابيا. نعطي مثال بالمنهج السابق ونعطي مثال بالمنهج الحالي الآن. المنهج السابق كان عندنا واحد البنية ديالو جميلة جدا، مرتكزة على ماذا؟ مرتكزة على أساس أنها تقدم محتوى التربية الإسلامية بناء على مجالات حركة السلوك الإنساني. بمعنى الإنسان المسلم يتحرك وتكون بعض مجالات حركته اقتصادية، أحيانا تكون سياسية، أحيانا تكون حركته عبادة، أحيانا تكون حركته في الجانب العقدي، أحيانا في الجانب المالي والاقتصادي، أحيانا في الجانب البيئي، أحيانا في الجانب الجمالي، حركة كثيرة دائبة للإنسان. المنهج السابق انطلق من هذه الرؤية، يربي على القيم الإسلامية التي تتبع مجالات حركة السلوك الإنساني. فكان عندنا مجموعة من الوحدات، بس عندنا وحدة التربية الاعتقادية تعطيك القضايا الاعتقادية وتقدم لك كيف تلتزم جانب العقيدة وكيف يعني تترسخ العقيدة على مدى سنوات دراسية في هذا المتعلم. عندك مجال تعبدي تقدم لك كيفية تقديم الشعائر، أو يرتكز هذا المدخل على تقديم الشعائر التعبدية للمتعلم لأنها مطلوب شرعي منه لأنه مكلف. ثم المسألة تجد مثلا مدخل آخر هي التربية الاقتصادية والمالية، ستجد فيها ترسيخا للأسس المنطقية والعقلية والتربوية والشرعية في تعاملنا مع المال وكيف نتعامل مع المال، ما هي المبادئ التي تحكمنا في تعاملنا مع المال. تجدها أيضا التربية البيئية الصحية والوقائية، التربية البيئية تعطيك السلوك الشرعي السليم في التعامل مع البيئة، التربية الصحية والوقائية تعطيك السلوك الصحي السليم كيف وجهنا إليه الإسلام وكيف اعتنى به، أيضا التربية الفنية والجمالية في توجيه الذوق الحسن للإنسان المسلم، وهكذا من جميع مجالات التي تعود فائدتها في الأخير على المجتمع، لأن التربية الإسلامية لا تربي الفرد لنفسه،
تربيه لنفسه وتربيه أيضا ليكون عنصرا صالحا في هذا المجتمع ككل. مسألة أخرى في المنهاج الجديد مثلا، المنهاج الجديد فيه أيضا مقاربة جميلة جدا، وهو أنه ينطلق من 5 مداخل أساسية، تبتدئ بالجانب التصوري، تصحيح العقيدة، التشبع بالقرآن الكريم، وتنتهي بماذا؟ تنتهي ببعد الإحسان وبعد النفع العام والمبادرة الإيجابية التي لا يبقى فيها النفع من المعرفة والانتباع بالمعرفة قاصرا على الذات، وإنما يصل إلى عموم الناس سواء كان بشرا أو حيوانا أو جمادا. إذا التربية الإسلامية من هذا المنطلق ليست بالمادة المنغلقة على نفسها، ليس من يتعلمها بمسألة كمالية بالنسبة له، وإنما هي محورية ومركزية في تكوينه ليكون عنصرا صالحا في نفسه، وأيضا من جهة أخرى ليكون عنصرا مصلحا لمجتمعه. إذا الخلاصة من هذا الكلام هو أن مادة التربية الإسلامية باعتبارها مادة ضمن منهاج لها أهداف ومحتوى ولها وسائل لتدريسها وطرائق معينة لتدريسها ولا طرائق لتقويمها، ليست بالكمالية، وإنما لا تعود بالنفع الكبير على المتعلم، على الفرد، وعلى المجتمع ككل، بل وعلى التنمية الشاملة. نعم صحيح أستاذي، لأن يعني التربية الإسلامية هي تكون الفرد، هي تنمية شاملة لجميع الجوانب، عقليا، أخلاقيا، اجتماعيا، نفسيا، وهكذا. يعني كذلك التربية الإسلامية يمكن للمربي أن يستفيد من التعاليم الدينية عموما في تنمية مجموعة من الجوانب لدى الفرد. أستاذي كذلك أخر بي على القيم، أين يتموقع دور التربية إلى جانب قطب المعرفة واكتساب المهارات ضمن المناهج التربوية وضمن مناهج التربية الإسلامية؟ أين يتموقع دور التربية على طيب ما شكرا اولا ايضا على السؤال الوجيه والذي هو في محله، وهو قضيه التربيه على القيم. لست اذا قلت بان التربيه او المناهج الدراسيه هي عصب اي منظومه تربويه، فانني لا ابالغ ان قلت ان قلب هذه المنظومه التربويه هو التربيه على القيم. ونجد مستندا لهذا الكلام في أمرين. المسألة الأولى هو أن جميع مناهج التربية والتكوين إذا قمنا باستقراء لها، على الأقل في العالم العربي والإسلامي، إذا قمنا باستقراء لها سنجد أن من بين غاياتها وأهدافها ومراميها هذه المناهج الدراسية التربية على القيم، سواء في أبعادها المحلية أو في أبعادها الكونية. إذا مركزية قضية القيم في المناهج التربوية ككل. إذا عدنا إلى المنظومة التربوية ببلادنا، سنجد قضية القيم، قضية التربية على القيم ومدخل التربية على القيم حاضرا في جميع الوثائق المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا، بدءا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي نص في غاياته ومراميه ومرتكزاته على القيم في بعديها، اللي هو البعد الهويه الحضاريه المغربيه والشريعه الاسلاميه والعقيده الاسلاميه ومبادئها السمحه، والبعد الثاني في بعدها الكوني. هذه المساله الاولى في الميثاق الوطني. اذا توجهنا الى الكتاب الابيض، والى بالضبط في الكتاب الابيض الى الوثيقه الاطار للاختيارات والتوجهات، هذه واحد الوثيقه من صفحات معدوده ولكن مركزه وموجهه لمنظومه التربيه والتكوين ببلادي، الوثيقه الاطار للاختيارات والتوجه، سنجد هنالك اختيارات على مستوى القيم نص عليها نصا. اذا توجهنا الى هذه ال10 سنوات الاخيره وبالضبط 5 سنوات الاخيره، سنجد ان المجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي أصدر وثيقة خاصة، هي عبارة عن تقرير في موضوع القيم في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب. فكل هذا يدل على مركزية قضية القيم في منظومة التربية والتكوين ببلادنا. هذا من ناحية تشريعية، كيف نظرت هذه الوثائق التشريعية إلى
مركزية قضية القيم. من ناحية التربوية نجد أن الإنسان في ذاته، لأن أي تربية تحاول أن تلبي حاجات الإنسان، وحاجات الإنسان هنالك حاجات عقلية، هنالك حاجات مهارية، وهنالك حاجات روحية قيمية سلوكية. والفعل التربوي وجب أن ينصب على هذه الأبعاد الثلاث حتى يستطيع أن يحقق هذا التوازن بين هذه الأبعاد ككل. وإن أي إخلال بجانب أو تغليب جانب على جانب آخر سيؤدي بنا إلى اختلال في شخصية المتعلم أو شخصية الذي تلقى إليه هذه التربية، فتكون تربية ناقصة وتربية غير فاعلة. إذن التربية على القيم وجب أن يعطى لها من الاهتمام القدر الكافي بحيث تكون بنفس التأثير وبنفس القوة التي يتلقى بها المتعلم التربية في بعدها المعرفي وفي بعدها المهني. وهذا ينبع أساسا من الاستناد إلى مركزية القيم، مركزية القيم في علاقتها بالمعرفة، لأنه أصلا لا يمكننا أن نفصل بين أمرين متلازمين اللذين هما القيم والمعرفة. ومن المقرر ومن المعروف أن أي فصل بين مجال القيم، مجال القيم ومجال المعرفة يؤدي إلى نتائج غير مرضية، لأن تضخيم الجانب المعرفي وعزل هذا الجانب المعرفي عن الجانب القيمي سيؤدي إلى مآلات غير محمودة وإلى كوارث. ودائما هذا المثال الذي يحضرنا ونستحضره دائما هو نتائج بعض العلوم وبعض المعارف حينما تنفصل عن الجانب الأخلاقي وعن الجانب القيمي، عن الجانب الأخلاقي وعن الجانب القيمي. علم الفيزياء مثلا هو علم تنتفع منه البشرية وقدم للبشرية الشيء الكثير، والأكيد أن من اخترع لنا المصباح الكهربائي كان يريد أن يقدم للإنسانية يعني خيرا كثيرا، وفعلا قدم للإنسانية خيرا كثيرا. ولكن حينما نجد مثلا أن نفس العلم حينما ابتعد عن الجانب الأخلاقي الضابط له، عن الجانب الأخلاقي الضابط له، فإنه أنتج لنا في المقابل القنبلة الذرية والقنبلة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وأنتج لنا من نتائج ذلك كوارث إنسانية كمثل هيروشيما وناكازاكي إلى غير ذلك. كل هذه الأمور تجتمع لتجعل من قضية القيم قضية مركزية وقضية محورية وجب أن نعنى بها. وليس بعيدا أن نقول إن جوهر القضايا الحضارية الكبرى التي يتم الحوار والنقاش حولها اليوم هي قضايا القيم. إذا رجعنا إلى بعض الكتب التي أثارت نقاشات واسعة في العالم ككتابات مثلا كمثل صراع، كتاب صراع الحضارات، أو كتاب نهاية التاريخ والإنسان الأخير، وغيرها من الكتب التي تتحدث عن هذا التدافع بين مختلف الحضارات، سنجد بأن جوهر هذا التدافع وجوهر هذا الصراع على حد رأي هؤلاء إنما هو الجانب القيمي، الجانب القيمي الذي هو جوهر أي حضارة وأي مرجعية. إذن فالتربية على القيم، التربية على القيم تأخذ أهميتها من مركزية قضية القيم على المستوى التربوي وعلى المستوى الفكري الحضاري، وكذا أيضا من المستوى التشريعي الذي تنص عليه المرجعيات والأدبيات والأدبيات التربوية. التربية على القيم هي مجموع الأنشطة التي أو تمارس من أجل ترسيخ مبادئ إيجابية وقيم أخلاقية في المتعلم، لتحقيق هذا التوازن بين الجوانب المختلفة لشخصية المتعلم. والأمر ما دام هكذا فإنه يتطلب مهارات خاصة وكفايات خاصة أيضا، ويتطلب خطوات خاصة أيضا. إذن فالتربية على القيم ليست تلك التوجيهات والنصائح التي يمكن أن يوجهها الواحد منا للآخر بشكل بسيط، بل هي عملية معقدة والأكثر من هذا نظرا لتركيب أمرها ولصعوبة الأمر. فإن هنالك بيداغوجيا الآن تسمى بيداغوجيا القيم، أو يعني طرائق تدريس القيم وما يرتبط بذلك، فهي بيداغوجيا خاصة. لماذا؟ لأنها تتطلب مهارات خاصة، كما تتطلب أيضا بعدا زمنيا ممتدا،
بعدا زمنيا ممتدا. على سبيل المثال، اذا اردنا ان نربي المتعلم على قيمه السن، على قيمه السن، فانه لن يكفيني ان اقدم هذا المفهوم، مفهوم الصدق، في درس واحد واعطيه لي المتعلم واقول انني قد درست المتعلم درس الصدق، فان التلميذ سيكون صادقا. هذا يستحيل، يستحيل. كما تنمو المفاهيم في المتعلم بطريقة لولوية تصاعدية، فكذلك القيم تنمو مع المتعلم وتربى فيه بطريقة تصاعدية، بمعنى أنها ممتدة. تربية على القيم تربية ممتدة في الزمن، وتتطلب مهارات خاصة. القيم أيضا ينبغي أن نشير إلى قضية فيها في غاية الأهمية، لأنها تثير إشكال. عندنا واحد القضية تثير نقاشا على المستوى التربوي، على المستوى الفكري، وهو نربي على القيم بأي مرجعية، بأي مرجعية. هذا مهم جدا، لأن القيم في ذاتها هي مشترك إنساني بين جميع بني البشر. سل عن الصدق، سل عن العدل، سل عن الرحمة، الجميع يحب هذه القيم. ولكن أين يقع الخلاف والاختلاف؟ يقع في مفهوم هذه القيم بسبب اختلاف المرجعيات، بسبب اختلاف المرجعيات. ولذلك في المجال التربوي نقول إن القيم يجب أن تنبع من الخصوصية الحضارية للأمة. القيم يجب أن تنبع من الخصوصية الحضارية. وهذه الخصوصية الحضارية احنا ولله الحمد اللي هي نابعة من العقيدة الإسلامية ومبادئها السمحة، لن تجد تعارضا أبدا مع أي مرجعية أخرى، لأنها هذه المرجعية التي ينطلق منها هي مرجعية الوحي، وأثبتت جدارتها في التاريخ، تاريخ المسلمين، سلوك المسلمين. إن كان أحيانا يبتعد عن هذه القيم فهو ليس معيارا، ولكن القيم الإسلامية السمحة التي وجدت لها موطئ قدم في السلوك الإنساني للإنسان المسلم استطاعت أن تثمر شيئا كثيرا. انظر مثلا إلى جنوب غرب آسيا أو جنوب شرق آسيا، جنوب شرق آسيا لم تصلها الفتوحات الإسلامية، لم تصلها الفتوحات، ولكن وصلها التجار المسلمون ووصلها الإسلام. بماذا؟ بأخلاق هؤلاء التجار الذين كانوا يعطون بها نموذجا للإنسان المسلم المتشبع بالأخلاق، بأخلاق هذا الدين وقيم هذا الدين، بحيث إنه كانوا يسألون عن سبب مرجعية هذا السلوك الطيب المؤثر، فكانوا يعرفون أن سببه هو الإسلام، فيدخلون في هذا الدين أفواجا. إذن فالمرجعية التي يجب أن تضبط أي تربية على القيم في أبعادها الهوياتية والحضارية هي الخصوصية الثقافية، وأؤكد على أن خصوصية الثقافية أو مرجعية الحضارية اللي هي الإسلام لا تتعارض مع المرجعية الكونية، بل هي مهيمنة عليها وموجهة لها. إذا فالخلاصة في هذه القضية هو أن التربية على القيم أولا هي تربية مركزية ويجب أن تحظى بالعناية اللازمة. المسألة الثانية، التربية على القيم ليست تربية بسيطة ولا سهلة، وإنما تتطلب مهارات خاصة وامتدادا في الزمن. المسألة الثالثة، أن الخصوصية الثقافية والمرجعية الحضارية والحسم فيها يعتبر حاسما في إعطاء مخرجات طيبة وثمرات نافعة للتربية على القيم. مسألة رابعة وأختم بها، هو أن الكثير يعتقد بأن التربية على القيم المسؤول عنها هما أساتذة التربية الإسلامية، في حين أن التربية على القيم هي مسؤولية الجميع، مسؤولية جميع مدرسي المواد الدراسية. شحال كنا كنتكلموا على مدرسي المواد الحاملة، كنقولوا أن التربية على القيم مسؤول عليها هما مدرسو المواد الحاملة. شنو هي المواد الحاملة؟ اللي هي اللغة، مواد اللغات والتربية الإسلامية، اللغة العربية والاجتماعيات وحتى الفلسفة، وكنلغيو المواد العلمية إلى غير ذلك. لا، في حين أنه التربية على القيم هي مسؤولية الجميع. راني حتى في الرياضيات السي رشيد ممكن أن أعطي مثالا، عوض أن أقول للمتعلمين في المسألة عند خالد 30 درهما واشترى بها ب 15 درهما كذا كم تبقى له، يمكن أن أقول عند أحمد 30 درهما تصدق ب 30 ب 15 درهم وكم بقي له.
بمعنى تمرر قيمة أخلاقية بطريقة. هناك استراتيجيات كثيرة للتربية على القيم، ليس في مادة التربية الإسلامية فقط، وإنما في المواد الأخرى، في مواد كثيرة. الأكثر من هذا هو أن التربويين في وضعهم المناهج الدراسية يتحدثون عن 3 مستويات أو عن 3 طرق لإدماج القيم والتربية على القيم في المناهج الدراسية. يتحدثون عن التوجه إلى مادة خاصة تسمى القيم، مادة خاصة ضمن المنهاج التربوي. ويتحدثون أيضا عن تصور ثاني، وهو أن يتم إدماج وحدات خاصة بالتربية على القيم في جميع المواد الدراسية، وحدة خاصة من درسين أو من 3 دروس إلى غير ذلك. وهنالك من يتحدث عن ضرورة أن تكون القيم حاضرة على شكل مفاهيم ممتدة في كل درس من جميع المقررات والبرامج الدراسية لمختلف المواد. إذا التصور التربوي تتحدث هنا عن ضرورة أن تنصهر القيم ضمن محتويات ومضامين المواد الدراسية جميعها، وليس مادة التربية الإسلامية. أكيد احنا نتحدث الآن عن المنظومة التربوية والتعليمية، وإلا فإن التربية على القيم هي مسؤولية جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية. علاش؟ حتى لا يقع المتعلم في نموذج متناقض، يتلقى في المدرسة نموذجا للتربية على القيم، يجد في الإعلام نموذجا مناقضا، يجد في الشارع نموذجا آخر، يجد في مكان آخر للتنشئة نموذجا آخر لهذه القيم. إذن فهي مسؤولية ما يسمى بمؤسسات التنشئة الاجتماعية أو المؤسسات التربوية بشكل عام، وليس فقط المؤسسات التعليمية. إذن هذه 4 قضايا كبرى أجدها مهمة في الحديث عن قضية على القيم. يعني إذا التربية على القيم هي قطب إلى جانب قطب المعرفة وقطب المهارات، كلها يعني أقطاب تتكامل لتكون لنا شخصا يعني لديه تنمية على مجموعة في مجموعة من الجوانب، وكذلك تنمية للأفراد في مختلف التكوينات وفي مختلف التخصصات. أستاذي، يعني كبناء لما تناولناه منذ البداية، هناك سؤال يعني أعتبره سؤالا كبيرا، لكنه يعني سنتناوله بعجالة لكي ننتقل إلى إجابة عن بعض أسئلة المتابعين الكرام، وهو السؤال كالتالي: يعني التعليم بالمغرب مر بمجموعة من المراحل المهمة، ولا نقول بأن الآن أصبح الوضع أكثر سوءا، لكن بما نفسر في نظركم احتلال المغرب لمراتب متأخرة جدا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي في مجال التربية والتعليم؟ طيب، شكرا جزيلا سي رشيد على هذا السؤال الوجيه ايضا، والذي يتطلب ربما تتطلب الاجابه عنه حلقه خاصه او حلقات متعدده، لان يعني السؤال بسبب شكرا. عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات، بل وبرمجت حتى مشاريع اصلاحيه للاجابه عن هذا السؤال، فهو سؤال عميق في جوهره ويتطلب ايضا اجابه مركبه وليست بسيطه، ولكن ساحاول ان اعمم الاجابه استثمارا للوقت. اولا، اول شيء انبه عليه هو انه دائما في النظر الى هذه التقارير الدوليه ينبغي النظر الى مصادرها، احيانا لا تكون مصادر دقيقه جدا. المساله الثانيه هو ان هذه التقارير الدوليه التي تصدر مثل هذه او بعض هذه الجهات التي تصدر هذه التقارير أحيانا تستند إلى معايير محددة، ولكن حينما يقدم الخبر كخبر يتم تعميم، يعني ربما يكون التقرير يتحدث عن مثلا مخرجات تدريس مواد العلوم في المغرب في السلك الثانوي أو في السنوات الإشهادية، ويجي المغرب فيه مراتب متأخرة، ولكن حينما يتم إصدار الخبر يتم الحديث عن المغرب يتصدر أو يعني يحتل مراتب متأخرة. إذن هذه فقط للتنبيه، هذا لا أبرر به وضعية التربية والتعليم في بلادي. المسألة التي أريد أن أنبه إليها هو أن مسارات إصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب انطلقت منذ الاستقلال انطلقت هذه المسارات، وعقدت مناظرات وطنية، وارتكزت على مبادئ لا يسع الكلام الآن الوقت أن نتحدث عنها، ولكن ما يجب أن أنبه إليه فقط على الأقل الذي يحكم الآن منظومتنا التربوية.
مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين. هذا ما يرتبط بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، الأكيد أنه جاء في مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب الحديث، لأنه جاء إجابة عن إشكالات كبرى وعميقة جدا في منظومتنا التربوية، مما استدعى أن لا يكون الجواب عليها جوابا تقنيا بخطة لتدبير المرحلة، وإنما اقتضى الأمر أن يكون هنالك تفكير جماعي وتفكير مجتمعي لجميع أطياف المجتمع ومكوناته بتمثيليته داخل اللجنة الملكية الخاصة للتربية والتكوين التي عملت على إعداد هذه الوثيقة اللي هي الميثاق الوطني للتربية والتكوين. الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يقرأه ويطلع عليه ستجدون ستجدون الذي يقرأه ويطلع عليه سيجد أن هذا التقرير أو هذا الميثاق الوطني صيغ بطريقة متميزة، وأنه مشروع طموح جدا وأنه مشروع طموح جدا، ولكن الإشكال هو أنه بعد مرور سنوات قليلة من البدء في تنزيله احتاج هذا الإصلاح إلى إصلاح اللي كيتسمى بالمخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين. المخطط الاستعجالي كان الهدف منه أساسا هو تسريع وتيرة الإصلاح التي تم رصد تأخر في تنزيل مقتضياته الموالدة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. أعتقد أن السبب الأساسي في عدم يعني تحقيق الميثاق الوطني في عشرية الإصلاح ظرف 10 سنوات لأهدافه كان سبب مركزي وأساسي، اللي هو أنه لم ترصد، هو مشروع طموح جدا كان يجب أن ترصد له ميزانية تستطيع تنزيله في الأفق الزمني المحدد. هذه المسألة تم التفطن إليها في نظري مؤخرا، ففي الميثاق الوطني جاء برصد أموال طائلة لمحاولة تسريع وتيرة هذا الإصلاح، إلا أن نفس المشروع اضطر إلى أن يتم إصلاحه، وتم تقديم سنة 2015 رؤية استراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب. لذلك أعود إلى واحد نقطة مهمة جدا اللي هي تعتبر عائق لمسار إصلاح المنظومة في المغرب كانت على الأقل، وهي أن منظومة التربية والتكوين لم تكن مؤطرة برؤية استراتيجية بعيدة المدى، بل كانت خاضعة لخطط حكومية. يعني ممكن يجي مدبر حكومي في شخص الوزير أو غيره ويكسر مسار عملية ممتدة في الإصلاح بقرار يلغي أو يغير أو يبدل في مسارات استراتيجية. هذا الأمر هو الذي حاولت أن تقطع معه الرؤية الاستراتيجية. الرؤية الاستراتيجية حددت مجالات للإصلاح على مدى 15 سنة 2015-2030 2015-2030، وفي هذا 2015-2030 يعني تنبه المسؤولون على تدبير الملف التربوي ببلادنا إلى قضية في غاية الأهمية، وهو أن أي مشروع للإصلاح التربوي وجب أن يؤطر بقانون ملزم لكل من ينتصب من سلطة حكومية مدبرة لقطاع التربية والتكوين، وجب أن يعني يكون هدفها وغاية تصرفاتها هو تنزيل هذه الرؤية الممتدة على مدى 15 سنة، بمعنى نقطعوا مع الجانب ديال التدبير المؤقت والعشوائي والمزاجي. إذن نشوف مسار، فجاء ما يسمى بالقانون الإطار 51/17 يعني 51 سنة 2017 لما يسمى بالقانون الإطار، الذي حول الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 حولها إلى قانون ملزم يعني يعمل أو تعمل السلطات الحكومية على تنفيذه وتنزيله على أشطر يعني قريبة المدى، متوسطة المدى، وكذلك بعيدة المدى، والذي أخذ له يعني شعارا مهما جدا من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. ما يمكن أن أقول، لأن الكلام هنا يطول حتى لا أطيل عليكم وعلى المشاهدين الكرام، هو أن أي فعل تربوي إصلاحي
يحتاج إلى بيئة حاضنة، البيئة الحاضنة للفعل الإصلاحي، وأن أي فعل إصلاحي لمنظومة التربية والتكوين يتطلب أولا تأبئة شاملة. يقدر يكون عندك مشروع طموح جدا في إصلاح المنظومة التربوية، مشروع طموح، ولكن للأسف ما كاينش تعبئة وما كاينش حماس في حمل هذا الهم الإصلاحي، الأكيد أن هذا المشروع سيفشل. لذلك نحن نحتاج إلى تعبئة شاملة، أن يحس المتعلم، أولياء الأمور، جميع المتدخلين، المدرسين، هيئات الإدارة التربوية، المدبر التربوي وغيرهم، أن يحسوا بأن قضية التربية هي قضية وطنية، قضية مركزية، تحتاج إلى أن نسهم فيها جميعا. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، ضرورة تهيئة البنيات التحتية المناسبة. البنيات التحتية المناسبة، مشاريع الإصلاح، وجب أن دائما المشروع الإصلاحي ما كيجيش بناء على خواء أو فراغ، وإنما يأتي بناء على دراسات ميدانية واقعية استقرائية، بناء على مخرجاتها يتم رصد جوانب القوة والضعف، جوانب القوة يتم تثمينها، وجوانب الضعف يتم التفكير في طرق ووسائل يعني سد ثغراتها. احنا عندنا، انا لازلت اتعجب، شوف من الميثاق الوطني 20 سنه الى الان، وانا اقول كيف انه الان يعني عندنا بعض المجالات واضحه، مثلا البنيه التحتيه، بناء المؤسسات التعليميه، بناء المؤسسات التعليميه، هذا راه مشكل كبير جدا، راه مركزي، هذا وجب ان يكون عندنا واحد المحطه وقوف، اجي نشوفوا هل عندنا عرض تربوي كافي لابناء المغاربه؟ بناء على الجواب على هذا السؤال سيتحدد مسار في الاصلاح. لانني اتعجب كيف ان استاذ في التعليم الابتدائي، الله يكف عونهم، كيف انه كيقري جوج وثلاثه المستويات في قسم واحد. هذا من العجب، كيف نطلب جوده من مخرجات المدرسه ولا زال لدينا الاقسام المشتركه مثلا، وما زال عندنا الاستاذ اللي كيدرس في الابتدائي في العلوم القرويه من القسم الاول الى القسم السادس ابتدائي مثلا. هذه فقط غير بعض، هذه امثله بسيطه جدا. لذلك الباب الكبير الذي أتحدث عنه الآن هو ضرورة تهيئة البنيات التحتية المناسبة، وضرورة النظر إلى الفعل الإصلاح في المجال التربوي في كافة أبعاده، ولعل هذا الأمر تنبه إليه قانون الإطار والرؤية الاستراتيجية، ما يتعلق بتكوين المدرس، ما يتعلق بتهيئة البنيات التحتية المناسبة. وقضية أساسية هنا أركز عليها وأختم بها، وهي ضرورة تحفيز الموارد البشرية من هيئات إدارية وأطر تربوية، وكذلك أطر التربية من نساء ورجال التعليم، لأن هؤلاء يبذلون جهودا في بناء الإنسان، وبناء الإنسان يساوي بناء العمران. بناء العمران إذا لم تحفز هؤلاء وتعترف بجهودهم وتقوم بما يمكنه أن يعطي لهؤلاء المكان التي يستحقونها في المجتمع، الأكيد أن عطاءهم سيكون أقل مما نرجو، في حين أن أي تحفيز وأي تشجيع للمتعلمين في المجال التربوي ستنعكس آثاره ليس على المتعلمين بل على المنظومة التربوية ككل، بل وعلى المجتمع وعلى الأمة ككل. هذه فقط بعض الإشارات التي أردت أن أشير إليها في المشاهدة. شكرا جزيلا استاذي، هو يعني سؤال كبير جدا كما قلت في البدايه، حاولت ان تعطي بعض النقاط عامه. لا اعلم هل تبقى لنا الوقت لكي نجيب عن بعض اسئله المتابعين، ام اننا قد تجاوزنا الوقت المسموح به، كنا قد يعني كان الوقت المحدد للقاء هو ساعه، الان ساعه و18 دقيقه، يعني يمكن الاجابه ربما في التعليق من بعد على اسئله المتابعين على صفحه المركز، يعني لكي يكون اللقاء خفيفا ظريفا، والا نكون يعني ضيوفا اثقال على المتابعين الكرام. فلم يتبقى لي الا ان اشكرك الاستاذ سيد رشيد البقالي على حضورك وعلى قبولك للدعوه وعلى اتحافك باجاباتك النيره ومداخلاتك المتميزه والمثمره، فشكرا بارك جزيلا لك. سي رشيد، والتحيات العاطفه لك ولطريقه التدريب لك ايضا ولجميع المشتغلين الفاعلين ضمن المركز السوسيو الثقافي التابع لمؤسسه محمد السادس لنهوض الاعمال الاجتماعيه لجرت ونساء التربية والتعليم.
التكوين في شخصية السيد المدير والقائمين الإداريين والتربويين على إشعاع هذا المركز. متمنياتي لك بالتوفيق في هذه السلسلة الجميلة، ومتمنياتي أيضا للمركز بدوام الإشعاع ودوام التمييز والتميز في الفعلين التربوي. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا للأستاذ راشد الغالي، حفظكم الله، وشكرا جزيلا للمتابعين على إنصاتكم وتتبعكم للقائنا طيلة أطواره. فأضرب لكم موعدا الأسبوع القادم مع ضيف آخر بإذن الله تعالى، نتناول قضايا ثقافية وقضايا في تخصصات مختلفة. فشكرا جزيلا لكم، تحياتي ومودتي، شكرا جزيلا للأستاذ، إلى اللقاء.